شهدت قائمة المنتخب الجزائري استدعاء الناخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش لخمسة أسماء ستسجل حضورها رفقة كتيبة الخضر لأول مرة في مشوارها، وهو الأمر الذي ينطبق على اللاعب محمد الأمين مداني. وسيحظى اللاعب محمد الأمين مداني لأول مرة في مشواره بفرصة تمثيل المنتخب الجزائري، وقد يكون أحد الخيارات الفنية للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش في مواجهتي دورة فيفا الودية. ويلعب صاحب 31 عاما لنادي شباب قسنطينة الناشط في دور الدرجة الأولى الجزائرية، ويعد أحد ركائزه الأساسية للموسم الكروي الحالي. ويعد ابن مدينة الباهية وهران لاعبا دوليا سابقا في الفئات السنية للمنتخب الجزائري بلعبه 3 مواجهات مع كتيبة الخضر لأقل من 20 سنة في نهائيات كأس أمم إفريقيا بالجزائر سنة 2013. ولعب الوافد الجديد للمنتخب الجزائري لأندية اتحاد الحراش وأكابر اتحاد العاصمة وشبيبة الثورة ونادي نجم مقرى.